لولا الوفاء لإسلامنا لما قرر الشعب يوما مآله، لولا استقامة أخلاقنا لما أخلص يوما نضاله، ولولا تحالف شعب ورب لما حقق الرب يوما سؤاله. هو الدين يغمر أرواحنا بنور اليقين ويرسي العدالة. إذا الشعب أخلف عهد الإله وخان العقيدة فارقب زواله، فاشهد أنا جزائري عند حب الوطن. وأي وطن؟ بلد المليون ونصف مليون شهيد. فاشهد أنا جزائري، محاور تحت هذا العنوان: الوطن السكينة، حب الوطن دين، الوطنية في أسمى معانيها، المواطنة تنشئة، نفس دافئ في صقيع الغربة، إلى مواصفات ووصفة. محاور جزئية سيتداول على تقديم مضامينها الزملاء المقدمون رفقة جملة من الضيوف من دكاترة وأساتذة القناة ومختصين في مجالات عدة في الشريعة الإسلامية، في التاريخ وفي العلوم الإنسانية، للإجابة على إشكاليات يجمعها لنا الزميل يمين سلقجي. الوطن ليس فندقا نغادره حين تسوء الخدمة، يقول أحد الحكماء. ويقول هؤلاء: الشباب هذا عنده أم واحدة، والجزائر بلد واحدة، حبينا ولا كرهنا هذه هي البلاد اللي تسترنا. برهنوا البلاد هذه، برهنوا لها، خدموها وحبوها من قلبكم. عد قليلا إلى الوراء، تصفح دفاتر التاريخ بالأبيض والأسود. كل واحد من هؤلاء يقول وبافتخار: أنا جزائري. قالها الإنسان البسيط بلغته، وقالها العالم والمصلح والمثقف بفكره وأعماله. إلى ماذا تلجأ؟ تلجأ إلى اللغة العربية. يقولها الشاعر بقوافيه تمتزج بحرارة المشاعر: فيا أيها الناس، فيا أيها الناس هذه بلادي، فيا أيها الناس هذه بلادي، ومعبد حبي وحلم فؤادي وإيمان قلبي وخالص ديني ومبناه في ملتي واعتقادي. قالها من أحس بنقمة الاستعباد طويلا وأدرك نعمة التحرر والاستقلال إلى الأبد. قالها أجدادك وتقولها أنت، حتى وإن لم تعبر عنها فإن مشاعرك ستفضحك. تستطيع أن تقول: أنا جزائري، أنا جزائري، أعي تاريخي، تاريخي من هويتي، حسمها في الماضي أسلافي، أنا بوطني ووطني بي، أدرك فيه مواطنتي، أمارسها بقيمها، لأنني أعي ذاتي ومنها أستمد قوتي لاستيعاب حاضري وتصور مستقبلي. الانتماء الوطني مفهوم يعد من المفاهيم المهمة في عالمنا المعاصر، بل أصبح مفهوما رئيسا في حياتنا العامة. ولقد تناول المهتمون موضوع الانتماء الوطني من خلال البحوث والكتب المتخصصة بإيراد تعريفات لمفهوم الانتماء ومدلولاته. وقد عرف هذا المفهوم لغة معناه الانتساب، والانتماء مأخوذ من النمو والزيادة والكثرة والارتفاع، فالشجر ينمو وكذلك الإنسان. أما اصطلاحا هو انتساب حقيقي للدين والوطن، فكرا ومشاعرا ووجدانا واعتزازا للفرد بالانتماء إلى دينه من خلال الالتزام بتعاليمه والثبات على منهجه وتفاعله مع احتياجات وطنه. وتظهر هذه التفاعلات من خلال بروز محبة الفرد لوطنه والاعتزاز بالانضمام إليه والتضحية من أجله.
هو مفهوم يحمل معنى الإخلاص والالتزام، فالانتماء في جوهره روح وسلوك، وإذا تشربنا معانيه كان الوطن حصنا يحمي أبناءه والمواطنة حصانة للجميع. في موضوع شعوري بالانتماء رفقة كل من الأستاذ سعيد معول، أهلا وسهلا الأستاذ. بارك الله فيك، شكرا على الدعوة. وكذا الأستاذ مالك بوعمر سونا، أستاذ في كلية الأداب بجامعة البوليدة 2، مرحبا. مرحبا. يحضر معنا أيضا البروفيسور رابح كشاد، مختص في علم الاجتماع، أهلا وسهلا بروفيسور. رضي، شكرا. وكذا الأستاذ علي بناب، مختص في علم النفس والشريعة الإسلامية، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ، باركت إن شاء الله. سنشرع في المحور الأول على بركة الله من قناة القرآن الكريم، الوطن السكينة، يمين سلاقجي ثانية. فوق هذه الأرض ما من شيء ولا كائن إلا وارتبط بها وحن إلى البقاء على وجهها. فطرة وغريزة تحن إلى سلالتها والبقاء في زمرتها. أفباستطاعة الإنسان وهو أكمل المخلوقات أن يشذ عن هذه الفطرة؟ باختلاف القوميات والأعراق والثقافات بما يميزها عن غيرها ويفصل المتشابه منها، بكل افتخار تعلن انتماءها وبكل اعتزاز تعبر عن انتسابها. انتساب نعبر عنه في مختلف المواقف والمناسبات، في الانتصارات والإنجازات، في مخاوف تهدد بقاءنا، فما أصدق التعابير في ذلك، وهل اقتصاره على المناسبات يكفي؟ التاريخ يحكي والشواهد كثيرة، وفي سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يكفي ويفي. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة. كيف نستفيد من إرثنا الثقافي والديني لنجسد حبنا للوطن وانتماءنا إليه؟ فطرة فطر الله الناس عليها، حب الوطن والافتخار بالانتماء إليه. قد نختلف في التعبير عن ذلك، لكن الحب واحد كما أن الوطن واحد. وكم هو جميل معنى الانتماء في شعار اليوم المفتوح لقناة القرآن الكريم، فاشهد أنا جزائري. أستاذ سونا، نبدأ بالتعريف والتأصيل الموضوع خاصة من الناحية الشرعية. ممكن قدمنا التعريف الاصطلاحي واللغوي للشعور أو الانتماء بالانتماء أو الإحساس بالانتماء، ولكن هذا المعلومة أو هذا الشعور له معنى عميق ودقيق جدا. بداية، ما مدلول هذا الشعور؟ نعم، بارك الله فيك. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. نرحب بالمشاهدين الكرام، مشاهدي قناة القرآن الكريم. عجبني كثيرا شيء سمعته الآن، ومنه أبدأ كلامي هذا. الكلام على الفطرة شيء أودعه الله سبحانه وتعالى في النفوس. الإنسان يحن إلى بلده، إلى وطنه. القرآن الكريم الذي هو تنزيل من حكيم حميد، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الكبير وهو اللطيف الخبير، لم يكن ليغفل هذه الخصيصة. الله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن أن النفس تحن إلى وطنها. إبراهيم عليه السلام لما سكن بمكة وهي أرض جرداء، ماذا قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولاحظوا أيها الإخوة، هذا الدعاء، دعاء إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى بأن يجعل أفئدة الناس تهوي إلى هذا الوطن، وأفئدتهم أيضا تهوي إلى بلدانهم وأوطانهم. أول وطن كنا فيه، أول وطن كان فيه أبونا آدم عليه السلام هو الجنة. الوطن في القرآن الكريم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإخراج منه عقوبة ومحنة وعذاب. الله سبحانه وتعالى أمر آدم بأمور، وكان إبليس قبل ذلك في الجنة يتنعم. أمر آدم أن لا يأكل من الشجرة، وبيّن له أنه إن فعل سيخرج من وطنه،
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحذرنا من عقوبة الشيطان ماذا قال؟ كلام فيه معنى، فيه معنى الانتقام إذا شئنا من الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذا تذكروا وتفكروا أن أبويكم آدم وحواء أخرجا من الجنة. إبليس لما عصى السجود قال الله له أخرج منها مذؤوما مدحورا. الآيات القرآنية في هذا كثيرة جدا. قوم إخوة يوسف عليه السلام لما أرادوا عقوبة أخيه ماذا قالوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لاحظوا كيف التسوية بين عقوبتين، القتل والطرح أرضا. أرضا هكذا نكرة، أي أرضا بعيدة، يعاقب ويعذب بأن يبعد من وطنه الذي كان فيه. قوم شعيب لما تضايقوا من دعوته وأمره إلى الإصلاح بماذا هددوه؟ وطبعا الأنبياء لا يهددون التهديدات البسيطة، يجب أن يكون التهديد في حجم الأمر والضيق الذي كانوا يعانونه. قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. الكفار ماذا قالوا إخوانهم؟ وقال الذين كفروا لقومنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نزل التأييد فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ثم نزل التبشير بالإعادة إلى الوطن الذي هددوا بالإخراج منه، ولا نسكننكم الأرض من بعدهم. لوط عليه السلام بماذا هدد؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. النبي صلى الله عليه وسلم دبر كفار قريش أمرهم، حاروا كيف يفعلون. ماذا قال الله تعالى؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، حبس، أو يقتلوك أو يخرجوك. إذن الإخراج عقوبة عظيمة جدا، وهذا كله يدل ويؤكد أن الوطن محبوب للنفس. ولذلك لما جاء أمر عظيم ثقيل على النفس وهو الأمر بالقتال، جاءت التحفيزات القرآنية تربطه بالأرض. قال الله تعالى في آية الإذن بالقتال: المسلمون اضطهدوا في مكة، أصيبوا بالعذاب الشديد، جاء الإذن. انظروا إلى الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر، ثم قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. وقال الله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول. وقال الله تعالى، وهي آخر آية وجدتها في آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الوطن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. النهي: إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. إذن هذه الآيات القرآنية الشريفة كلها تدل على أهمية الوطن، وأن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا الأمر الفطري للبلاد الذي نشأ فيها الإنسان وولد وتربى. وهذا يزيدنا تشبثا بوطننا وبأرضنا وبقيمنا. أستاذ معول، إذا كان هذا الشعور بالانتماء ينشأ بالفطرة كما جاء في الروبورتاج في مداخلة الأستاذ سونا، ويورث عند الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض التي نشأ فيها، مفهوم الانتماء الوطني أكيد يولد معه، ولكن كيف يكتسب ثم ينمى؟ شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على الدعوة أولاً، وعلى اختيار هذا الموضوع الهام ثانياً، على أنني قبل أن أجيب مباشرة أستسمح الأستاذ لأعود لإصطاد قليلاً في فوق أرضه، فوق حقله، لأن تأصيل الموضوع شيء هام. نعم. وموضوع الوطن والسكن شيء أساسي وضروري لحياته، للحياة الكريمة بالنسبة للإنسان. وليس أدل على ذلك من أننا نسمع الله تعالى في كتابه الكريم يقول، يعني يعتبر يعني تمكين الإنسان من وطنه وعدا أوجبه على نفسه نحو العباد الذين يؤمنون ويعملون الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، بلم توكيد ثقيلة والنون توكيد ثقيلة، أي أن الله تعالى يجازي العباد الذين يؤمنون ويعملون الصالحات بأنهم يمكن بأنه يمكنهم من الأرض
لا يستخلفن لهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي أن حتى الدين لا يمكن أن يكون لك دين كامل إذا لم تكن لك سيادة، إذا لم تكن لك أرض. جميل. لا يمكنهم في لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه هي مقومات الحياة الكريمة، أن تملك الأرض وأن تتمكن من القيام بدينك الذي تؤمن به وأن تشعر بالأمن والأمان. ومبدئيا نعود دائما إلى التأصيل، الله تعالى أقر في محكم الكتاب واعترف لكل أمة ولكل مجموعة بشرية بخصائصها بهويتها وبإنيتها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو يعجز الله تعالى أن يخلق الناس كلهم أمة واحدة أو مجموعة واحدة؟ ولكن خلقهم متنوعين، وهذا التنوع لكي لا يتحول إلى شعوبية، وقد عانى المسلمون كثير من شعوبية. الشعب هنا ليس بالمفهوم الذي يؤدي إلى الشعوبية أو العنصرية أو ولكن الله تعالى وضع احترازات في هذه في 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 آية في هذه الآية حتى لا يفهم من هذا الموضوع شيء آخر ليس بالضرورة صالحا للحياة البشرية الكريمة، وإنما قال لتعارفوا، والتعارف هنا لام للغاية، أي الغاية من هذا التنوع هو التعاون، هو التكامل، هو البر، هو الإحسان، هو العمل من أجل المستقبل، لأن الحياة في نهاية المطاف التي يقتضيها التنوع هو أن يلتقي الناس على صعيد الحياة، لأن الحياة في نهاية المطاف عبارة عن سوق، يعني السوق ليس بمفهوم سلبي لكلمة سوق، السوق التي يتبادل فيه الناس المنافع، والتعاون لا يكون إلا بين المتكافئين، بمعنى أن كل شعب وكل قبيلة وكل أمة وكل خصوص، يعني البشر الذين يحملون الخصوصيات يجب أن يسهموا، لأن الله خلق البشر هكذا لتعارفوا. حينما نأتي إلى السوق التي يتبادل الناس فيها المنافع يجب أن نقدم ما نطالب الآخرين بأن يقدموه لنا، هم يقدمون ونحن نقدم، هم يقدمون تجاربهم ونحن نقدم تجاربنا، وهكذا لتعارفوا. ثم احتراز آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الشعور الذي ينبغي أن يمتلك، يعني أن يكون أن يسيطر على كل فرد ينتمي إلى وطن يقول بأن لي عالم ولي سيادة ولي وطن، هو أن يضع في هذا السياق نفسه يقول ما موقع وطني بين هذه المجموعات البشرية التي اقتضت حكمة الله أن أعيش معها فوق هذه الأرض. هل حينما أذهب إلى السوق التي يلتقي فيها البشر هناك شيء أقدمه باسم وطني؟ هناك شيء أسهم به في الحركة التي تحدث فوق هذا الفرد، التي يحدثها البشر فوق هذه الأرض، أم ليس لي شيء؟ أول شيء، أول شرط أساسي كتعبير عن الانتماء لهذا الوطن هو أن تشرف هذا الوطن. بأي شيء نشرف هذا الوطن؟ نشرفه بالمساهمة التي نمكن هذا الوطن، بالمساهمة التي نمكن في بها وطننا ليسهم في المحافل الدولية، أي ما هو الشيء الذي نستطيع تقديمه باسم وطننا، وحتى نكون كذلك العنصر الذي ينبغي أن نستحضره ونحن نتكلم عن الوطن، ما هو الشيء الذي يجعلني أعتز بهذا الوطن وأفتخر به؟ ما هو الشيء الذي يمكنني حقيقة
أن أحب هذا الوطن وأن أدافع وأن أدفع كل شيء من أجله، النفس والنفس مثل ما يقول الغالي والرخيص. هناك تاريخ هذا الوطن، لأن الهويات، هوية الشعوب أو إنياتها كيف تتشكل؟ تتشكل بالاختباء مجموعة الاختيارات السيادية التي تختارها كل أمة عبر تاريخها، ولا يمكن لأي مجموعة بشرية أن تكتسب هوية بالقهر أو بالقرار، وإنما الهوية تكتسب بالاختيارات السيادية التي تختارها هذه المجموعة البشرية، وكل شيء آخر يفرض عليها من الخارج من هنا أو من هناك لا يمكن أبدا أن يلصق بهذه الأمة. فهويتي وإنيتي هي التي اختارها آبائي وأجدادي وتوارثناها أبا عن جد. هذه الهوية التي تقتضي من الإنسان أول ما تقتضيه أنه مقتنع بها أولا، وأنه يحبها ثانيا، ويعمل لأجلها ثالثا، وأن لا يمكن أن يستغني عنها رابعا، وأن يفتخر بها إلى آخر هذه الأوصاف. رائع. لماذا؟ نعم، لأن الإنسان، أي إنسان له مرجعيتان. هناك مرجعية مطلقة وهي التي يشترك فيها الجميع، جميع البشر، وهو الإيمان بالخالق الواحد. ومن ضياع هذه المرجعية ضاع، وقد عبر القرآن عن ذلك بوضوح، ذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكذلك بالنسبة للإنسان الذي لا يملك الهوية النسبية التي هي الوطن، الذي لا يملكها كذلك يضيع. أعرف مثال سأنهي، سأحاول أن أترجمه من الأمازيغية. كنا نسمع عن جداتنا وأبائنا يقولوا، يعني يضربون مثلا بالإنسان الذي لا يملك وطنا ولا يملك سيادة. هذا يقال بأنه مهما كان هذا الإنسان يشبه الباز الذي لا يملك جبلا، الباز الذي هو سلطان طيور يصيد كما يحب، ولكن إذا لم يكن له جبل يأوي إليه بعد الصيد ويحميه يصبح من طائرا بغاثا ليجي صيده. الفاز من سعر الذرار أفرخ كان ذا السمين، ويقولوا يكملوا ماذا يغنيك أن تحلف إذا عرفك الناس كذابا، بمعنى ماذا يغنيك من أن تتكلم أو تتحدث إذا عرفك الناس بأنك لا مبدأ لك ولا وطن. ويقولوا أعقيد جنتيرشت أفرق، يعني أفرق الملوم يستوين، يعني الحبة التي تنفصل عن العرام من يستأثر بها؟ تستأثر بها الدواب، تستأثر بها الدواب. إذن معاني الوطن يعني شيء ضروري بالنسبة لحياة الإنسان، والله عز وجل جعله وعدا، قطعه وعدا على نفسه، وجعله جزاء لكل من يؤمن ويعمل الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بارك الله فيك أستاذ معول، وجميل أن نبدأ مثل هذه المعاني من رحم المجتمع ومن خصوصياته ومن هذه التفاصيل التي فعلا تحدث الفرق وتميزنا عن باقي الشعوب والأمم. أستاذ أبو ناب، إذا كان هذا الشعور بالانتماء بهذا المعنى الجليل والعميق أكيد يشتمل على قيم مهمة تلبي حاجة الفرد وتزيده ارتباطا بوطنه وبمجتمعه، حتى هناك دراسات عديدة خلصت إلى أن تأثير الشعور بالانتماء يحقق سعادة لدى الفرد. بداية، ما هي القيم التي يمكن أن ينميها هذا الشعور بالانتماء لدى الفرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية لابد أن نضع سطر عن القيم. هذه القيم هي جملة التفضيلات الفطرية مفطورة عند الإنسان أو اكتسبها الإنسان من المحيط الذي يعيش به، ذات أهمية بمكان عند المواطن في حد ذاته، بحيث تحولت إلى الإطار المرجعي للسلوك.
هذه القيم هي التي يجب أن تبنى عند هذه الأجيال. نعم. هي قيم نبيلة تحقق ماذا؟ تحقق العلاقة الثلاثية ما بين الفرد هو المواطن، وما بين المجتمع، وما بين الدولة. لاحظ حينما نعود إلى الثورة التحريرية المباركة والتي أعطت الدرس القوي للمواطن الجزائري وللجميع، عادة ما نسمع المجاهد يقول الله أكبر، النصر أو الشهادة. هذه قيمة، هي قيمة الفرد كيف يذوب في مجتمعه، قيمة الفرد كيف يضحي من أجل بلده، قيمة الفرد كيف يستشعر تلك الشعورات النبيلة التي بقوس سأستطرد هنا قليلا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة قال ما أطيبك من بلد. رسول الله يخاطب بلده، يخاطب الأرض، يخاطب الجغرافيا، يخاطب المكان الذي عاش فيه النبي. هذه أو هذا ما يجب نتعلمه كشعور من حبيبنا وقدوتنا أستاذنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما أطيبك من بلد، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك يا حبيبي يا رسول الله. ما أطيبك يا جزائر، هذا ما يجب أن نقوله وما يجب أن نتحدى به الآخرين. ليست هذه ديماغوجية، وإنما هي هذه حقيقة فطرية، وكما قال بحامد الغزالي وهي غريزة متأصلة في النفوس تركن إليها وتحن إليها وتدافع عنها. يعني هذا الشعور النبيل هو عبارة عن زاوية سيكولوجية، هو عبارة عن تقدير الذات. أنا حينما أوطن علاقتي بوطني، وطن علاقتي ببلدي من زاوية سيكولوجية، معناه أنني أشعر بتقدير إيجابي، أنني أشعر بتحقيق الذات، وهذه من شروط بناء الشخصية السوية. لما يكون عندي خلل في النظرة الإيجابية أو التفاعلية الجيدة للمجتمع وللبلد وللوطن وللدولة، فإننا في هذه الحالة ننتج وننجب ذرية بها خلل لا تعي معنى الوطن ولا تعي معنى البلد. وهنا أستشعر مثلا حينما يأخذ أحدنا من خارج الوطن، وأستاذنا الفاضل أدرى بهذا، ويعيط يقول مثلا كلمة البلاد، لاحظي كلمة البلاد ضع في ميزان الرابط. النفس معناها كلمة رقيقة، كلمة دافئة، كلمة فيها أنين، كلمة فيها تحن بضرورة العودة والرجوع. في بمفهوم المخالف إن صح هذا التعبير معناها القلق، هدوء النفس وراحة النفس وسكينة النفس حينما نكون في هذه الأرض. أختم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى هذا النص من زاوية سيكولوجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني حينما يكون هناك جرح يضع يده وإصبعه في ريقه ثم يضع في التربة فيقول باسم ربنا وبتربة أرضنا ويشفى، باسم ربنا وبتربة أرضنا يشفى سقيمنا أو مريضنا حسب الروايات. ما معناها؟ يقول علماء السلوك وعلماء النفس أن هناك علاقة تواصلية قوية جدا بين النفس وبين التربة التي يعيش فيها الإنسان، فإذا فرقنا بينهما وقع الاضطراب ووقع القلق. فما أحبك يا رسول الله، هذه التوجيهات هي التي يجب أن ننشرها لأبنائنا، فنقول حب الأوطان من الإيمان ليس كحديث، كما قال إمام السخاوي، وإنما هذا ما اتفق عليه السلف أن حب الأوطان مفخرة لنا، ومن شرط، مش كما قال مالك بن نبي، وشرط في بناء الحضارة، وهي نقطة قوتنا هذا اليوم في هذا اليوم المفتوح. شكرا جزيلا لك أستاذ علي بن نب. نمر إلى الجانب التطبيقي، قيم أساسيات تربينا عليها ونحتاج لأن نرسخها ونكرسها فعلا عمليا وتطبيقيا. أكيد الشعور بالانتماء يترجم بدلالات ومعان تظهر على الجانب التطبيقي. ما الصفات التي يجب أن يمتاز بها الشخص والظاهرة على الشخص المنتمي؟ بروفيسور كشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة هذه حصة استثنائية بكل المقاييس، جاءت في وقتها الحمد لله، جاءت في وقتها النقطة الأولى. ثانيا أولا أشكرك على المقدمة الجميلة، وفي نفس الوقت عندما رأيت الكشافة البراعم تذكرنا الثمانينات، وأتمنى أن تعود كما رغب فيها المؤسس الحقيقي لها وهو محمد بوراس رحمة الله عليه الله. وكان لي الشرف وأنا شاب أنني كنت منشطا فيها، وعرفت أن أولا هذه هيكل مهم جدا للمواطنة، مهم جدا أن نغرس القيم في الأطفال وتلك الأناشيد الرائعة، ولا ينشدونها بنفاق، ينشدونها بالبراءة، بحب. إذن بحب، وتحية كذلك الذين في حقيقة أخرجوا هذه الحصة وكل جنود الخفاء الجميلة جدا، ديكور وغيرها، وتضعونا في الحقيقة في تاريخ هذا البلد فعلا.
حقيقة هذه الحصة وهذا السؤال ربما قد أخرج على الإطار الضيق، يذكرنا بما فعلته الوطنية. تكلمت على الواقع، فعلت المعجزات في هذا البلد، ولا يحق لنا اليوم أن ننسى. الشعب الذي ينسى مشكل. المعجزة في التاريخ، هذا التاريخ الاستثنائي بكل المقاييس الذي حتى الآن لم نستطع أن نسوقه كما يجب. المعجزة المواطنة والوطنية جعلت هذا التاريخ كل ما فعلته فرنسا. لم تجند العسكر فقط، جندت أشهر مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس والعلم الأنثروبولوجيا لتركيع هذا الشعب وإخراجه من وطنه. لم تستطع، بل بالعكس خرج عباقرة، خرج عباقرة في إدارة الثورة. وبالمنتكلم مواطنة، فحتى العباقرة الذين خططوا لها كانوا من الشرق، خططوا لها في الشرق والشرق في الغرب. حتى توزيع القادة كان بطريقة ذكية حتى يظهر للعالم أن القائد لا يتصرف بعشيرته ودشرته، بل عندما قام للثورة للوطن. إذن المعجزة الأولى. المعجزة الثانية للوطنية في الملموس، كان يمكن لهذا الشعب في التسعينات أن ينهار، ولا ننسى هذا ليس بالبعيد. الوطنية جعلت ليس الألاف يغادرون، وما زلت أتذكر للتاريخ، كنا نذهب حتى بعض الدول الشقيقة وينظر لنا بغرابة، ماذا تقومون وأنكم سوف تزولون من الخارطة. وكنت في الحقيقة مواقع محرجة، وكنا ندافع ونقول أننا سوف بالمواطنة والوطنية ترون أن هذا الشعب لن يزول، بل يضع المعجزة الثانية. وحدقت المعجزة الثانية، حدثها هذا الشعب. هنا ظهر الشعور بالانتماء في كل مراحل التاريخ الجزائري. التاريخ الجزائري مدرسة، لا في الحقيقة لا تضاهيها مدرسة في العالم، وكانت يمكن أن تشكل حافز قوي للتطور والتنمية. ويكفي نذكر أن الصين هذا البلد مثلا الذي أرادت تركيعه أمريكا وغيرها، ولكن بهذا التفكير، بهذا التجنيد، بهذا التحفيز، جعل الصين اليوم قوة اقتصادية لا تضاهيها في العالم. الآن نرجع إلى الآن، في الحقيقة لا، كيف يعني نؤسس هذا الانتماء؟ والله نؤسس على كل مستويات. نحن نعرف أن الوطنية أو المواطنة، يقال تاريخيا أن اليونان هم الذين أول أسسوا لها من حيث مفهوم المدينة، ولكن عرفها الفلاسفة، عرفها كله بطريقته الخاصة، لكن كلها تلتقي في نفس النقطة، وهي أولا الانتماء للأرض فعلا. وحتى ابن بديس رحمه الله ومالك بن نبي وكل هؤلاء تكلموا هذه النقطة. ولكن إضافة إلى ذلك هنالك قيم المواطنة، قيم المواطنة بالفرنسيس. النقطة الأولى لا سيفيليتي، لو سيفيزم، لا سوليداريتي. أحد المختصين يقول ثلاث عناصر أساسية. قيم المواطنة هي أنها يعني أولا الانتماء ليس كلاما، يعني في المواطنة الجزء الأول منها هو الشعور بالانتماء. ليس نتكلم كثير من الذين يتكلمون عن المواطنة بأمثلة بسيطة بشروط معينة. المواطنة ليست لها شروط، لكن كيف تظهر؟ نأخذ مثال بسيط، خاصة جزئية الشعور بالانتماء. نأخذ مثال بسيط، نذهب إلى الفريق الوطني لكرة القدم أو أي رياضة. لاحظي، كبري الصورة على الجمهور في المدرجات عندما يلعب فريق كرة الوطن. كبري الصورة. وبالمناسبة الرياضة وكرة القدم كانت محرك المواطنة تاريخ ثورة التحريرية. انظري هؤلاء الشباب عندما النشيد الوطني، العالم، التفاعل، هل هو تفاعل رياضي أم تفاعل أكثر منه رياضي؟ هو أكثر منه رياضي، هو الثاني فعلا. هو يظهر أن حب الوطن عندما يكون هنالك أولا الصدق، ويكون العلاقة غير مشوهة بين الإنسان وبين الأرض، العلاقة الصادقة. الانتماء منا نحن، أنا مع طلبتي، المسؤول مع المرؤوسين، كل واحد. إذا كنت أنا أجسد المواطنة في تصرفي مع طلبتي، أنني أفرح عندما أرى طلبتي يتميزون، ولا أدخل لهم يعني كل عوامل الانهيار النفسي والمعنوي. وإذا كان المسؤول يقوم بعمله بذلك المستوى الذي تستحق به هذا البلد. بين قوسين، عمر الخطاب جسدها عندما تكلم على حفرة في بغداد، لو عثرت بغلة في بغداد، كان يقول كان الله يحاسبني لما لم تلهد لها الطريق يا عمر.
تصوري إذا كنت بهذا الشكل أنا أقوي أعزز الانتماء، موجود شعور عادي حتى عند الحيوانات والزواحف والطيور، لا أظن أن السمكة يمكن تخرجها من البحر. ولكن التعزيز والتنمية هو السؤال. التعزيز والتنمية يتم بالمدرسة، يتم بكل المؤسسات، يتم على كل المستويات بكل الأدوات الموجودة. صدقا وأكرر صدقا، أنا ما أقوم به هو السلوك المطلوب مني لأعززه. هذا الأطفال عندما يرون المواطنة في ليس كلاما ولكن يرون المواطنة، إذا كنت أنا أستاذهم أو كنت على فعلا خدمة للوطن. لهذا سألت عن الصفات، لأنه الظاهر في الشعور بالانتماء هو ما يقويها يعني شعبيا واجتماعيا. يعني وهذه كثير من الأدوات أكيد سوف نعود إليها بالتفصيل حتى لا أطيل في الكلمة وأترك الفرصة للإخوة. بارك الله فيك بروفيسور كشاد. أكيد استاذنا لا يقتصر هذا الشعور بالانتماء على جانب وجداني وفقط، اكيد هو محرك ومحفز للشعوب، وممكن تفضل بذكره البروفيسور كشاد، ولكن هو ممارسة. شرعا ما ضرورة ان نجسد شعورنا بالانتماء بولائنا للقيم، ثم ما الاولويات؟ نعم، يقولون ان الانسان يتكون من لسان ويتكون من قلب ويتكون من بدن، وأعبر عليها تعبيرا مسجوعا فأقول هناك الجنان أو القلب، والذي يضطلع بالجنان هي الأديان، وهناك اللسان والذي يضطلع وهناك الكلام والذي يضطلع بالكلام هو اللسان، وهناك الأبدان. ما الذي يحمل الأبدان؟ إنها الأوطان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت آيات كثيرة ومتعددة تدل على أهمية الوطن وعلى أن الإخراج منه عقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا لو تأملناها لوجدنا أنه بيّن هذا الأمر غاية البيان. أبدأ بحديث أشار إليه الأستاذ العيد حفظه الله، حديث الذي يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكة عندما كان خارجا منها، لا لأتكلم عنه لأنه مشهور، فقط لأبين أن بعض الناس أرادوا أن يخرجوا هذا الحديث عن سياقه وقالوا إنه لا يصح أن يستدل به على حب الوطنية، وتعليلهم على عدم صحة استدلاله تلك أمور، منها قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك أحب البلاد إلى الله، أي أنه أحب مكة لأن الله يحبها، ومنها أمر آخر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن مكة لأنها مدينة مباركة وطيبة. هذان صحيحان، لكن لننظر إلى أشياء أخرى. هناك أشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مكة كتراب كأرض، فضلا عن كونها محبوبة. الأدلة: مكة آنذاك لم تكن دار إسلام، كانت دار كفر، كان الصحابة يعذبون فيها، فلماذا يتشوق إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يصلي إلى بيت المقدس، ماذا قال القرآن؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام مضطرب. الذين مثلوا للنسخ قالوا هذا نسخ للأخف بالأثقل، فلنولينك قبلة ترضاها. ولاحظوا العبارة، عبارة الرضا تدل على الحب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهناك أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت فيها الحمى المشهورة، وعك فيها الصحابة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم حبب إلينا المدينة، في البخاري، كحبنا مكة أو أشد. وهنا التجسيد أستاذ سونا، أبحث عن هذه النقطة، يعني كيف نجسد هذا الشعور بالانتماء اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وارتباطه بوطنه عمليا؟ كيف يكون ولاؤنا للقيم بطريقة تطبيقية وعملية استنادا على ما تفضلت به أستاذ؟ يكون ولاؤنا للقيم الوطن لهذه الأحاديث التي ذكرتها بحبه والتفاعل من أجله. لا يمكنني أن أقيم دينا، لا يمكنني أن أقيم صلاة ولا شعيرة دون أن أحافظ على هذا الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا كثيرا، كان إذا كان في سفر ودخل إلى المدينة، والحديث في البخاري أيضا يقول الراوي يقول كان إذا قدم من سفر ورأى أرجاء المدينة أماكن العالية فماذا يفعل؟ قال أوضع ناقته، أي أسرع بها، لأوضع خلالكم، وإن كانت دابة حركها شوقا وحنينا إلى تلك المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا
نبه في عبادة عظيمة هي عبادة الحج التي يفترض الإنسان فيها أن يكون متفرغا لتلك العبادة. قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم الأجر. لماذا؟ أي تبني وطنك، ما تلقيته من زاد من إيمان من تقوى في الحج بثه في وطنك، علم الشباب، علم الناس، علم المواطنين، علم كل الناس أن هذا الوطن يجب أن يحب، يحب من أجل الشرع. نحن نعم المجاهدون الأكارم حرروا هذه البلاد الكريمة، نقول حرروا الأرض، نعم لما حرروا الأرض ألم يستفيد الدين؟ بلى استفاد الدين، استطعنا الآن أن نقيم شعائرنا كما نحب وكما نرضى. كانت المساجد في وقت الاستعمار، والشيخ سعيد والأساتذة الأفاضل يعرفون هذا أفضل مني، كان عددها كبيرا، ثم لما جاء الاستعمار محيت، ثم لما استرجعنا السيادة الوطنية. إذن الدين له علاقة بالوطن، هو ولاء للدين. نعم الولاء للدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس إذا تعلموا شيئا، قال مالك بن الحويرث قال: ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متساوون في العمر 20 سنة، قال: فلما أقمنا عنده 20 ليلة قال هو يقول: ولاحظ أن قد اشتقنا إلى أهلنا، قال: ارجعوا إلى أهلكم فمروهم وعلموهم، أخبروهم، لقنوهم هذه الأمور. قال عمر رضي الله عنه: لولا حب الوطن لخرب البلد السوء، وقال: عمر الله البلدان بحب الأوطان، وقال: لولا حب الناس الأوطان لخسرت البلدان. بلال رضي الله عنه لما أصابته الحمى كاد يموت، أبو بكر الصديق كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب إليه من شراك النعل. ماذا كان يقول بلال؟ بلال رضي الله عنه ماذا يتذكر من مكة؟ كان يعذب، كانت توضع فوقه الصخرة الشديدة الحرارة، كان يلعب به الغلمان. يفترض أن مدينة كهذه لا أتذكرها أبدا. ماذا كان يقول؟ كان يقول وهو يشفق من الموت: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، هذه نباتات في مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. إذن حب هذه الأوطان مركوز في النفوس، علينا أن ننميه، لأن خدمة الدين تنبع وتستفاد فيها من حب الوطن وخدمته. علينا أن ننميه وأن نظهره. على ذكر هذا الإظهار وهذا التبيان لحب الوطن والشعور بالانتماء ونحن في هذا المحور أستاذ معول، نعود للجزائر. أكيد الانتماء في الجزائر، له طعم ونكهة خاصة ارتوت بتضحيات وبذاكرة شعبية كبيرة جدا تكرس فعلا هذا المعنى. لكي نميز نفسنا عن غيرنا، ما النماذج أستاذ معول التي تزيدنا افتخارا وشعورا بانتمائنا لأوطاننا والتي نحتاجها اليوم من أجل التنمية ومن أجل الولاء؟ على أي حال سأجيب، ولكني شعرت بأن كيف ننمي سؤالك الأول ما زال لم نصل، وأمام النص للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. نعم. يلخص أو يجيب عن تساؤلك حينما تساءل هو نفسه من هو الجزائري. إنما ينسب للوطن أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضي ومصالح الحاضر وآمال المستقبل. نعم. حلل وناقش مثل ما يقال. والذين يعمرون هذا القطر وتربطهم هذه الروابط هم الجزائريون. والنسبة للوطن توجب علم تاريخه والقيام بواجباته من نهضة علمية واقتصادية وعمرانية والمحافظة على شرف اسمه وسمعة بنيه. هي التنمية. فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه، ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه. رحمك الله يا ابن باديس، رحمة الله عليك، وقد أغناني عن الكلام الكثير. جامع لما هي من مكتسبات وما نحتاجه للتنمية. نقول لك خلاصة حياة البشر فوق هذه الأرض ما هي؟ منذ أن أخبر الله تعالى ملائكته بأنه سيجعل خليفة فوق هذه الأرض، حينما توجزوا خيفة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أي أن الذي تتوجسون منه خيفة حقيقة يقع، اصبري علي قليلا، لأن كل كلام يحتاج إلى أكيد
ما تقولونه حقا، هناك من سيفسد في الأرض، هناك من سيسفك الدماء، ولكن في المقابل إن يعلموا ما لا تعلمون سيخرج منهم كذلك الأنبياء، وسيخرج منهم المرسلون، وسيخرج منهم الصالحون، وسيخرج منهم الشهداء، بل سيخرج من هؤلاء البشر من يقبله هو أن يضحي بنفسه من أجل حياة الآخرين. رائع. ومنذ أن هدد قابل هابيل انقسمت البشرية إلى قسمين، هناك من اصطفى في صف قابل أصبح يهدد غيره طوال حياته وتاريخه، وهناك من اصطفى في صف هابيل وقبل أن يموت من أجل أن يحيا الآخرون. في الأمة الجزائرية أقولها بكل اعتزاز وبكل افتخار وبدون مزايدة، اختارت الصف التضحية من أجل أن يحيا الآخرون، ولهذا نعتز بهذا التاريخ أيام اعتزاز، لأن العدوان الذي وقع على الأمة الجزائرية والذي مع الأسف الشديد لا يعرفه كثير من إخواننا العرب والمسلمين إلى اليوم، ولكن والذي دام قرون وقرون لم يعرفوا لماذا ارتباط هذه الأمة بهذه الأرض، وهذا ما جعل أحد غلاة الاستعمار الجنرال بيجو عندما كان يصول ويجول في هذه الأرض ويقتل ويسفك الدماء، لأنهم ما جاءوا لينصرون بالمناسبة ولا ليلحقون بالخير الذي هم فيه مثل ما يدعون أو مثل ما يردد بعض الببغاوات عندنا، وإنما جاءوا لإبادتنا على اعتبار أنه لا أصل لنا ولا هذه الأرض ليست لنا، لا مجد لنا ولا تاريخ لنا ولا أي شيء، وهذا ما يسجله كبير مؤرخيهم وهو شارل أندري جيليان في كتابه تاريخ شمال إفريقيا، يقول إن البلدان شمال إفريقيا التي هي الجزائر والمغرب وتونس ليس لها حالة مدنية مضبوطة، وهو لا يقصد بطبيعة الحال البلدية التي نسجل فيها الولادة والوفيات، ولكن يريد أن يقول بأنهم لا أصل لهم، ما عندهمش أصل، وهو أخطر شيء كان في يحاول الاستعمار أن يزرعه عنا في العالم، لأن ليس هناك أخطر شيء من الإنسان الذي يأتي وينكر عليك إنيتك وهويتك، يقولك أنت ماشي بنادم، قلت أنتك ما عندكش الأصل، ولهذا خطر تاريخ يأتي الشبان اللي اجتمعوا في رئيس حميدو باش يكتبوا بيان أول نوفمبر الذي هو بيان للسلم بالمناسبة وليس نعم. بيان للحرب، لأننا دائما عبر التاريخ اخترنا أن نكون مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن تكون عبدا مقتولا خير من أن تكون قاتلا. الشيء في الأرضية الشيء الأول الذي طلبوه هو الاعتراف بالجنسية الجزائرية التي كانت موجودة وهم حاولوا أن ينكروها، وقد اتفق علماء الاجتماع عن ذلك، وقد اتفق المؤرخون، واتفق الأطباء والأدباء الذين أسسوا لمذاهب أدبية كثيرة في فرنسا على إنكار وجود هذه الأمم. استسمحك أستاذ معول، الآن نحن ماذا نحتاج؟ ما هي النماذج تزيد لنا تنمية لشعورنا بانتمائنا؟ لنكون عمليين تطبيقيين، رسالة لمن يشاهدنا الآن. طيب، نماذج كثيرة، يعني لو انتقي لنا يا لو أستاذ. أسمحوا لي نفسي الآن باش سنأخذ اليوم المفتوح كله. شوفي شوف 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 فقط الأدب الذي أنتجته الثورة، واش قلت لك حنا اخترنا الصفة يعني الصف نتاع هابيل، هذاك البرولي جاي ينفذ حكم الإعدام في الشهيد زبانة رحمه الله تعالى، باش نقول لك باللي ربي عز وجل وهو ما يقوله المفسرون هناك من البشر من يقبل من أن يموت ليحيا غيره، صرخة ترجف العوالم منها ونداء مضى يهز الوجود، شنقوني فلست أخشى حبالا وصلبوني فلست أخشى حديدا، وامتثل سافر المحيا كجلادي ولا تلتثم فلست حقودا. والله لو تبحثين عليها في جميع الأدب العالمية لن تجدي أروع من هذه الصورة. هذاك البرول اللي جاء يقتلو كان واضعا عجار كما نقولوا له على وجوه، وكان يرتعد لأن صوت تكبيرات في سلسرقجي
كان يرجع صدها جبل بوزرعة وضربه مرتين أو ثلاثة لم يصيبه، قالوا لا تخف طبق ما أمرت به واكشف وجهك فقط، أنا لست حاقدا عليك. واحد يجي في حكم الإعدام وتقول له أنا مانيش حاقد عليك، وقضي موت في ما أنت قاضين، أنا راض إن عاش شعبي سعيدا، أنا إن مت في الجزائر تحيا حرة مستقلة لن تبيدا، زعم قتله وما صلبوه ليس في الخالد ناعس الوحيدة. نماذج نماذج ما أكثره، والله لو كان بقوا من الغدوة لبعد غدوة عام كامل و130 سنة اللي بقاتها فرنسا هنا برك ما نذكرش المقاومة نتاع القرون التي كانت قبل فرنسا، لأن مجيء فرنسا كانت ناجمة من نواجم من أجل تحطيم هذه الأمة التي استعصت عليهم جميعا وما تزال حية. لبتي عمر، نعم، وعلى ذكر الأطفال وهم معنا، يعني نعم نموذج كان الأطفال صحيح. كان في مثل هذه السن، وحينما حاصره المظليون مع حسيبة وعلي لابوانت في لابوانت بيسكات كان يصرخ الله أكبر، لم يخف ولم يخف، والاستعمار هؤلاء الذين اصطفوا في صف القتلة لم يرحموا طفولته ونسفوا البيت. ولكن ما نأسف له اليوم، نذهب إلى هذه البيت لا نجد وقت سجلها أحد المؤرخين، إذا كان عندي وقت نقرأ لكم الكلام تاعه. مع الأسف نذهب إلى هذا المكان لا نجد، حتى ربما لست أدري إذا وضعت في الأونة الأخيرة، ولكن منذ سنوات ذهبت إلى هناك لم أجد أي أثر يدل على يعني المعارك والبطولات والتضحيات التي وقعت في القصبة فقط. نعم. بلا ما نروح الجبال الصحاري الفيافيل الونشارز. نعم. الجرجارة. إذن النماذج لا نعلمها، هي كثيرة، كثيرة جدا، وهذا ما جعل جنرال بيجو. نعم. لا أنسى حينما سلط كل أنواع العذاب والإبادة على الأمة فعلا، ولاحظ كل ما ازداد في هذه الأمة يعني ازداد في تعذيبها، لاحظ تمسكهم بهويتهم وبأرضهم وبقوتهم، قال لهم قولته المشهورة: تستطيعون أن تضعوا جمجمتين اثنين جوج رؤوس، واحد الرئيس واحد الراس نتاع مسيحي فرنسي والراس عربي جزائري، وتحطوهم في قدر واحد تغليان لمدة قرن، وفي نهاية المطاف تتحصلون على شوربتين مختلفتين. راه موجود في مذكرات جنرال بيجو التي كتبها كاتبه الخاص. هذا معناتها يستحيل إبادة هذه فعلا الأمة، لأنها تحب أرضها وهي الفكرة التي وتحب دينها وهي الفكرة التي وهويتها اختارتها هي بكل سيادة ولم تفرض عليها. جميل، وهي الفكرة التي خرجنا بها من هذه النماذج الجميلة التي تعطي هذه القوة. على ذكر هذه النماذج أستاذ بناب، إلى أي درجة تزيدنا قوة وإرثنا التاريخي لدرجة هو عمود فقري يشد أجسادنا وعقولنا نحن الجزائريين؟ والله التاريخ هو السند الذي يرتكز عليه. نعم. لما نتكلم عن الجزائر في تاريخها، هذا التاريخ يعني غني من جميع الجوانب. لو تكلمنا من الجانب الحضاري، لو تكلمنا من الجانب الثقافي، لو تكلمنا من الجانب الثوري كما كان يشير الأستاذ قبل قليل، لكان واجبا على هذه الذرية أن تفتخر بكونها جزائرية. لما نتكلم أستاذ ما قبل الثورة مثلا، نتصور بأن ما من دشرة أو ما من قرية إلا وكانت فيها مدرستين. نتصور بأن هذا المجتمع الجزائري قبل الاستدمار الفرنسي كانت نسبة الأمية فيه الصفر. حينما نقرأ بعض الماريشالات وهم يتغنون في تدمير تلك الحضارة كانت موجودة في بعض الولايات في الشرق وفي الغرب، حينما نتكلم على بعض المستشرقين الألمان الذين كتبوا مثلا حول بعض مثلا الرتب أو بعض الحالات الاجتماعية عند بعض قاطني قسنطينة وتلمسان، فإننا نفتخر بكوننا جزائريين. أما الآن هؤلاء وسؤالك قبل قليل، كيف ننمي فيهم هذا الانتماء؟ أولا بسمات أخلاقية وسمات وجدانية وسمات اجتماعية وعقلية، على هذا الشباب أن يجد أسرة تحقق معنى المواطنة وتحقق معنى الانتماء. نحن لا نريد أن يجد أبناؤنا في بيوتهم أشخاصا لا ينتسبون عمليا سلوكيا وجدانيا إلى هذه الدولة الجزائرية، وربما إلى هذا الإرث الحضاري. وربما تسمحك أستاذ بناب قبل الحديث عن تنشئة، لأنه سيكون لها حظها
نكسبها إن شاء الله في اليوم المفتوح، يعني كيف نكسبه لأنفسنا نحن بما أنه تحدثت عن الأسرة وعن المشرف على التربية؟ يعني هذا الأمر يجب أن يكون فينا نحن قبل أن يكون في أبنائنا، وبالتالي كيف نتشرب منه نحن؟ نتشرب منه أولا كقيم، كقيم هذه القيم تكون مرجعية للسلوك. معنى أنا أولا قبل أن أكون هذا الجيل أعتز أنا بانتسابي إلى هذا الوطن ضمن جملة من السلوكات كالاستقامة كالأمانة كالعفة كالإخلاص كالوفاء للأوطان من جوية اجتماعية، كذلك العمل الخيري التفاعل الخيري العلاقة الاجتماعية مخالطة الناس تقبل الآخرين تقبل النقد أن أذوب في هذا الوسط الجماعي الوسط الاجتماعي. المنطق هو الذي يجمعنا، الحق هو الذي يجمعنا، الإرث الحضاري هو الذي نستمد منه المواقف التي يجب أن تكون. يعني بهذا السلوك ولو أنه سريع جدا فإننا يمكننا أن نبني شخصية جزائرية يمكنها أن تجعل هذه الدولة وهذا الوطن من أعظم الدول، ولم لا؟ وقد قالها مالك العلامة مالك بن نبي، فقط أن نستثمر في الإنسان وفي علاقته التفاعلية بينه وبين وطن، هكذا يمكننا أن ننجب جيلا كما أنجبه آباؤنا في عهد الثورة المباركة. وفي ظروف أخرى يعني تشربوا بهذه المعاني وهم في ظروف أصعب، يعني هذه النقطة التي أود أن أناقشها معك في عجالة، يعني في ظروف أصعب وجدوا لأنفسهم منافذا كانت قوة لهم وكانت محركا لهم، وبالتالي هي دائما موجودة في ظروف أحسن ربما نحن فيها. نعم صحيح. والله يا أستاذ هذا السؤال جميل جدا، لأن البعض مثلا لو أخذنا شخصية علامة بن بديس أو بشير إبراهيمي أو بو العيد أو ديدوش أو والله نماذج قوية قد يتعجب الإنسان هذه الشخصيات من أين استمدت هذا التكوين أو بون سيت كيستيون. يعني ربما البعض يتصور أنه الاستعمار، كلا والله، وإنما هو الإرث الحضاري للدولة الجزائرية ما قبل الاستعمار وبقائها. مثلا العلامة بشير إبراهيم أين تكون؟ هذا الرجل الذي كان يحفظ كل شيء ويعرف كل شيء أين تكون؟ تكلم عند عمه، تعلم عند عمه الشيخ المكي، تعلم عند المدرسة الجزائرية التي كانت ما زالت مستمدة حضارتها بما قبل الاستعمار. يعني وش نقول باختصار؟ بلادنا هذه عندها تاريخ وما زال عندها التاريخ ويبقى هذا التاريخ، أحب من أحب وكره من كره. جميل، بارك الله فيك أستاذ بناب. مباشرة كيف نقوي بروفيسور كشات شعورنا بانتمائنا ونعالج ضعفه؟ هناك عدة، حتى كما قلت سؤالك نكون عمليين. أكيد أولا سؤال كبير، تاريخ واضح وإن كان لم يزل كما يكتب بشكل يعني أكثر يعني تكاملا. التاريخ هذا والتاريخ هو محفز للتنمية والتطور، ومقارنة بأمريكا مثلا التي ليس لها تاريخ عميق مثل الجزائر، ولكن نرى أن في الحقيقة التاريخ علاقته مهمة جدا في بناء تطور. الآن في الحقيقة عمليا كما قلت، والله نحن لا ندعي نعطيك كل العوامل. أولا على مستوى نقطة مهمة قالها الأستاذ، قضية الاحترام، كيف ننمي قضية الاحترام لدى الفرد؟ أولا المواطنة مبنية على القيمة الأساسية وهي الاحترام، الاحترام بين الجزائريين بعضنا البعض، احترام الماء المحيط، أنني أحترم الهياكل العامة، أحترم القوانين. يعني المواطنة، نتكلم بالمواطنة كيف نبني هذه المسائل. ولكن هذه القيمة المهمة جدا الاحترام فيها شرط أساسي، إذا استطعت أن أبنيها مثلا في المدرسة في المؤسسات التربوية في الأسرة إلى غير ذلك، يجب أن يكون الاحترام على كل المستويات، بمعنى عموديا وأفقيا. يعني أن الاحترام قيمة أساسية في المواطنة، هو أن كل إنسان يحترم يعني محيطه، يحترم الفرد، يحترم المؤسسات. مثال بسيط، مثلا الذي يكسر مثلا هياكل بلده، هل هو من المواطنة؟ والتكسير بالمفهوم المادي والمعنوي، يعني التكسير بالمفهوم المادي والمعنوي، الذي يكسر أسس بلده بسلوكات غير مقبولة تماما، هل من المواطنة؟ هل نعطي مثلا صورة رائعة جدا لأبنائنا ونحن مسؤولين عليهم في هذه المسألة، نربيهم بسلوكاتنا؟ إذا أعطينا لهم هذه الصور، هل أننا نلقي لهم المواطنة؟ المواطنة ليست كلام كما قلنا، يعني جسدوها في التاريخ بالسلوكات، كل واحد جسدها بطريقته الخاصة. النقطة الأخرى مثلا من المواطنة مثلا، وهنا يجب أن نركز، كنا في السبعينات مثلا ونحن أطفال كنا نعيش مثلا جو الاحتفالات الوطنية بجو رائع جدا، كنا نعيشها نتنفسها. أول نوفمبر شهر كامل وأكثر من كل المدن والأعلام والأناشيد الوطنية، يعني هذه الروابط تقوي
هذه روابط مقوية جدا. كنا في الحقيقة نحن أطفال مثلا في المدرسة، المدرسة في الأيام مثلا، المدرسة هي مخبر المواطنة في كل دول في العالم اليوم، تقول أن المنظومة التربوية إذا فشلت في هذه النقطة ما عساها تفعل. أعتقد للكبار والصغار، ربما الصغار سنتحدث عنه في محور آخر، ولكن حتى للكبار مثل هذه الروابط ربما عشنا كنا والأطفال يعني ما شاء الله، وهذه من بين الأمور الطيبة، عشنا الخمسينية، فهي من الثوابت ومن الروابط التي تقوينا. أكيد كنا أتكلم مثل الأفلام الثورية، كنا كانت تلقيننا كذلك هذه القيم، السينما، المسرح، الإعلام، كل هذه يعني هذه تجسد المواطنة. وفي كذلك مهم نقطة أخرى كذلك، القيمة الثانية هي التضامن، يعني المواطنة التضامن بين يعني الأفراد المجتمع الواحد. تكلم الأستاذ على كل هذه الجمعيات الأعمال الخيرية، هي من المواطنة، هي من المواطنة. هذه الأمور ليست بمعنى مفقودة في المجتمع الجزائري، لا هي موجودة، ولكن لم نصل بعد إلى تثمينها وإدراجها في مشروع التنمية. نحن عندما نتكلم مواطنة ليس موضوع فلسفي، المواطنة ليس موضوع فلسفي. ما الفائدة إذا تكلمنا عن المواطنة إذا لن نوظفه في التطور؟ لهذا تحدثت عن معالجة الضعف في شعورنا بانتمائنا، وفي أمور كثيرة تكلمنا عن المواطنة على كل المستويات. أنا إذا كنت على مستوى مسؤولية مثلا، كيف أجسد المواطنة على رأس مؤسسة؟ مثال بسيط يعني نتكلم بالعملي، أجسدها أن كل المحيط يرى أنني أخدم مؤسستي وأخدم بلدي بكل تضحية وتفاني، لأن المواطنة مبنية على أسسين، الواجبات والحقوق. نعم. في السنوات الأخيرة فيه اتجاه في الجزائر ويجب أن نركز عليه، هو نتجه أكثر إلى الحقوق على كل المستويات دون تقديم الواجبات. إذا تكلمنا المواطنة في التاريخ هو ربما كان العكس، مبني على الواجبات أكثر من المطالبة، ولكن نحن نعرف أن المواطنة مبنية على أساسين، الواجبات والحقوق. إيش هذا أستاذ معول؟ هل يمكن للإنسان أن يستغني عن فطرته ووطنه؟ لست أدري كيف أجيب. مرة إنسان واحد مهبول سألني عن يوم القيامة هكذا، قال لي يا شيخ خارجنا من المسجد جذبني، قال لي شيخ كان يوم القيامة ولا ما كاش؟ فنهرته قال لي، قلت واش قلقك يوم القيامة كاين؟ قال لي خاطر إذا ما كاش يوم القيامة نديروا لا غريف باش يكون، أصبح يوم القيامة عنده ضرورة عقلية ماهيش قضية إيمان. وحينما أعجبني كلامه اصطحبته لأدفع عنه قهوة، فلما ارتشف من القهوة قال لي يوم القيامة سي سيريو شيخ، قال لي يوم القيامة سي سيريو، دونك مسألة الوطن سي تري سيريو فعلا، ماهيش قضية. كنت تسألين كيف ننمي هذا الشعور، كيف ننمي الانتماء والاعتزاز بالوطن؟ أولا هو أن نعلم أولا تاريخه، وهذا التاريخ ليس من أجل البقاء في التاريخ، ثم نعيش حاضره، ثم نتصور الأمل المستقبلية، لأننا إذا تحدثنا عن التاريخ من أجل المستقبل، نحن نرفض مبدئيا أن نتحدث عن التاريخ من أجل التاريخ، وإنما نتحدث عن التاريخ من أجل العبرة، من أجل الحاضر ومن أجل المستقبل، خاصة من أجل المستقبل. مع الأسف الشديد نحن كثيرا ما غفلنا عن هذا الجانب. أذكره في سنة 1983 الرئيس الفرنسي السابق ميتيران عقد مجلسا وزاريا كاملا وفي جدول الأعمال نقطة واحدة، وهي وضعية التاريخ في المنظومة التربوية الفرنسية. وما زلت أذكر العبارة التي كان يستعملها في ذلك الوقت حينما يقول جسوي أبا سيردي، أنا محطم المعنويات من وضعيتي، جزوي سكوندليزي وضعية، ويرسل وزيره للتربية ليحضر درسا في التاريخ في ثانوية من ثانويات باريس من أجل إعادة النظر في برنامج. في تلك السنة بالضبط نحن حينما قررت وزارة التربية أن تدخل مادة التاريخ في امتحانات البكالوريا، خرج تلامذتنا إلى الشارع ويصرخون تاريخ إلى المزبلة. إذن دراسة التاريخ شيء، وخاصة إذا كان هذا التاريخ فيه الاعتزاز، فيه الأمجاد، فيه الأنجاد، فيه التضحيات، فيه البطولات، لأننا ما ظلمنا أحد،
هل يعلم شبابنا مثلا أن الثورة الجزائرية لم تعدم أسيرا فرنسيا واحدا؟ من يعلم هذا؟ السلام يا جزائر، يعني احنا نتحدث عن السلام. من يعلم أن الجيش تحري حينما يقبض على الذي يحمل يعني البندقية والمدفع من الجيش الفرنسي يقبض عليه ثم يطلق بعد التحقيق معه؟ يعاد لم، لأن ثقافتنا وديننا وأصالتنا وكذا تحرم علينا قتل الأسرى، في حين هم لو نبقى أن نعد من مات فتيات يعني أقل منك سنا من مثنى تهذيب، مريم سعدان، وريدة مداد، فضيلة من فتيحة منتوري، اذكروا عيسى تيدير، اذكروا احمد غرمول، اذكروا علي بومنجل، اذكروا بن مهيدي، وهؤلاء الذين كلهم مئات الاف ماتوا تحت التعذيب بدون ان يمروا امام المحكمه. عيسى تيدير نقابي قدم الى المحكمه والمحكمه العسكريه براءته لانها لا تملك ادله ضده، وهو مدني لا يملك رصاص ولا، ولكن اخرج من المحكمة وأعدم تحت التعذيب في سجون، سجن بربروس أو سجن اسمها الناحية هذه نتاع الناحية العليا للعاصمة الجزائرية. وهناك كثير يعني من فعلم التاريخ أولا. ثانيا هو أن نضع بناء على هذا التاريخ ماذا نفعل في المستقبل، لأن الله تعالى حينما يمكنك من الأرض ليس لتنام عليها أو لتخلد إلى الراحة أو لتنسى النعمة أو لأن القرآن حينما هو مرجعنا الأول حينما يحدثنا عن الأقوام السابقة لا ليتشف الله تعالى منهم، تعالى الله عن ذلك علو كبير، وإنما لنأخذ العبرة. بنو إسرائيل الذين كانوا أمة فضله الله تعالى على العالمين ذات يوم حينما حررهم موسى من بطش فرعون، وهذه كلها معاني، ووعدهم بالأرض الموعودة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله تعالى يعني موسى كم قضى من سنوات وهو يحررهم من العبودية ويفهمهم بأن فرعون ليس إلها وإنما هو بشر، وأن الله تعالى هو الخالق الحي الرازق إلى آخر هذه الأسماء والصفات. ولكن بمجرد ما وصلوا إلى أرض الميعاد ما زالت أرجلهم مبللة بمياه البحر، وما زالت الرمال لاصقة بأرجلهم، عادت حالمة إلى عادتها القديمة. لأنك حينما تصل إلى هذه الأرض هناك رسالة تقوم عليها. نحن هؤلاء الشهداء الذين أشرنا إلى بعضهم ضحوا من أجل أن نقوم نحن برسالة. ما هي هذه الرسالة؟ وهي حماية الجزائر، وهي عمارة الجزائر، وهي أن نقيم فوق أرضنا العدل بعدما ملأها الاستعمار ظلما وجورا، وهو أن ننشر فوقها علما بعدما زرع فيها جهلا، وهو أن نزرع فوقها أمنا بعدما بث فيها خوفا، وهو أن ننشر فيها صحة بعدما زرع فيها مرض. هذه هي الرسالة التي، وهو أن نعيش أسيادا فوقها بعدما حاول الاستعمار أن يستعبدنا. بل والله غير حسبنا أكثر أقل من العبيد وأقل من الحيوانات. يحكي لي واحد أخ، هذه فقط يعني باش نعرفوا للعبرة واحد الشيخ راه يسكن في بوزريعة من جهة العلماء، في 45 عندما فعل فعلته الشهيرة جنرال دوفال بعدما أحرق كل شيء إثر مظاهرة 8 ماي 45، قدر الله تعالى أن يأتي المخاض امرأة من نساء القرية في ذلك اليوم، وكتب الله تعالى أن يظهر مولود إلى الحياة. بحثوا في كل مكان لإيجاد خرقة من أجل أن يلفوا هذا المخلوق الجديد الذي لم يجدوها، فاضطرت عجوز إلى المسافات بحثا عن شيء من طبن من أجل أن تحضره ويوضع هذا الجنين لأيام وأيام داخل التبن. وهذه المرأة نفسها كم بقيت من أيام
لم تجد ما تضعه في فمها من طعام أو كذا. هذه المعاني التي استشهد منها الجهاد التي يجب أن تنمى في نفوسنا، وهي التي ينبغي أن تدفعنا من أجل أن نقيم الرسالة التي استشهد من أجلها فوق أرضنا. وسأواصل من هذه الفكرة. نعم. أستاذ بناب، لنقيم هذه الرسالة، كيف ذلك؟ والله أولا هي رسالة، لما أقول رسالة هي واجب الجميع، هي رسالة هذا التاريخ ورسالة هذا الوطن ورسالة هذا المجتمع وهذه الدولة، لابد أن نغرسها في أنفسنا أولا، فنلزم من زاوية الإدراك بأهمية علاقة الإنسان بتربته وعلاقة الإنسان بمجتمعه وعلاقة الإنسان بدولته، ثم نستطر هذه الأفكار الخيرة، هذه الأفكار النبيلة كسلوكات. لا نريدها كشعارات، نريدها كسلوكات عملية. كيف أكون مواطنا صالحا في بيتي وفي أسرتي وفي مجتمعي وفي عملي وأينما كنت وأينما حللت، حتى أكون النموذج الذي ينقل التاريخ كما قال قبل قليل كسلوكات مستقبلية عند أبنائنا، وهذا هو النمط التربوي الذي يجب أن يكون. لو عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة حينما جاء أصيل الغفاري، والحديث قالت عائشة يا أصيل أخبرنا عن مكة، فقالت يعني خضرت أجنابها وبيضت بطحاؤها، فقال حسبك، ويضرف دموعا صلى الله عليه وسلم، لما يا رسول الله؟ لأن هذه غريزة وهذا فطرة وهذا حب، لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، كما قال الأستاذ قبل قليل، يعني رغم ذلك الموقف وموقف الشهادة قد يراه البعض في موقف ضعف ولكنه موقف قوة، لأن المواطنة لا يجب أن تكون موقف ضعف وموقف حب وموقف حب. نعم، وموقف تضحية. فهذه الرسالة رسالة الأوطان ورسالة حب الأوطان من الواجبات الشرعية، فلا بد أن يكون عندنا يسمى فقه الأوطان وفقه حب الأوطان، حتى نعطي دروس لهذه الذرية التي ستكون مستقبلا حاملة لواء الجزائر بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك أستاذ بناب. قبل أن نمر إلى النقطة الأخيرة أستاذ كشاد، كيف نحول الوجدانيات إلى عمليات؟ في الحقيقة أفكار كثيرة، وهو مشروع يجب أن يكون مشروع مجتمع، هذا مهم جدا. لكن بعض الأفكار في الحقيقة، أتذكر ما قاله أحد الفلاسفة في القرن 18 وهو إيرلندي نظن إدمون بيرك، قال الذي ليس له إحساس بالعلاقات الأسرية لا يمكنه أن يكون مخلصا لوطنه. يعني القصة تبدأ من هنا، تبدأ من هذه النواة الصغيرة. هو قال أولا المواطنة تتجسد في علاقة داخل الأسرة، ثم مع الجيران، ثم مع الأفراد، وكل مع أفراد المجتمع. في الحقيقة في أفكار كثيرة، ونوافق كل الطرح مع الأستاذ معول والأستاذ علي كل الطرح. أولا نرجع إلى المدرسة، نرجع إلى المدرسة، وما زلت أكرر ما قلته، مادة التاريخ والتربية المدنية وكل هذه المواد والدينية التي تصنع شخصية الإنسان لا يجب أن نعتبرها ونتركها مواد عادية، مواد استراتيجية. في إحدى اللقاءات مع أحد أساتذة اليابانيين وهو من هيروشيما، قال لي في المغرب نحن منظومتنا التربوية كلها مبنية على أساس واحد مهم جداً، هو تبني شخصية الياباني يحب وطنه، يحب التحدي ويحب العمل، أما الباقي فهو سهل، سهل الرياضيات هي سهلة، أما إذا لم تبني شخصية الإنسان بأدوات حديثة أكيد، لكن بالذكاء في تدريس تاريخه. يجب لا تدرسه كمادة هكذا يحفظها ثم يأخذ 17 أو 18، وكم من طلبة قلت لهم قالوا لي نسينا المادة مع النقطة ومع الامتحان، هذا مشكل. النقطة الأخرى كذلك وهي تلقين مفهوم الآن معمول به في الأمم المتحدة وكل هذا فيفر أنسامبل، هذا المفهوم الآن يروج له كثيرا. فيفر أنسامبل في مجتمع ليس معقد، نحن لسنا بالهند وليسنا بأمريكا، لنا ثوابت مشتركة يعني إذن لنعيش سويا، ولكن نرى بعض الأمور في حقيقة ربما مؤشرات توحي أن يجب أن نكرس داخل المدرسة وداخل المجتمع داخل كل المؤسسات أن نعيش مع بعضنا البعض فرحين كما قال الأستاذ، يعني ونتقاسم مع بعضنا البعض، ويجب أن نتكلم لغة الشاب، لا يمكن أن تدرسه أو تلقن له بمعارف بأدوات الستينات والسبعينات. نقطة أخرى كذلك تطوير الكشافة، ما زلت أقول أرجع الكشافة إلى دورها التاريخي كما جاء بها بوراس، هذه الكشافة التي في الحقيقة يجب تتواجد في كل مكان، في الدشر، في يعني في الجنوب، في الشرق، في الغرب، كشافة يعني يجب أن تكون مشروع كما كانت في السبعينات أو أكثر. مهم جدا أن هذه الكشافة في الحقيقة تعطي وسائل كثيرة. الإعلام له دور كبير في هذه المسألة، وهذا اليوم مبارك، ولكن أتمنى كذلك أن يكون الإعلام في استراتيجية مهمة جدا، لأن الآن القرن 21 نرى أن الصراع في العالم ليس اقتصادي فقط، الصراع الآن
يعني تصادم الحضارات، وكما قال أحد المنظرين الأمريكيين بدأت تتجسد. إذا اليوم مستقبلا إما أن تحصن مجتمعك بهذه القيم، وإما أنك سوف تواجه إشكاليات كبرى. الإشكاليات الاقتصادية يمكن تعالجها بذكاء كذا وبالأموال، لكن إشكاليات حضارية صعب جدا أنك تعالجها بالأموال، تعالجها بهذا العمل التأسيسي على مستوى المؤسسات. وفي الأخير أقول كلمة مهمة جدا، القدوة في حب الوطن. القدوة في حب الوطن، لا يمكنني أن أتغنى بحب الوطن وأنا أسلك سلوكا مناقضا له. صعب. بالممارسة يعني فيه مدرسة أمريكية في الاتصال تقول إذا كان هنالك التضارب بين ما أقول وما أفعل يحدث الخلل عند المستقبل، وبالتالي في النهاية سوف يقول هذا الإنسان غير صادق، أستاذي غير صادق لأنني يقول شيء وهو يسلك شيء آخر. المواطنة يجب أن نعيشها يوميا، ثانية دقيقة ثانية، هكذا نلقن المواطنة لأبنائنا وبناتنا في المجتمع. أستاذ سونا، كيف نربط الوطن دائما مع الدين، وهو ما تجلى في هذا النقاش على أنه دائما للأصلي أو التأصيل الشرعي مدخل في موضوع حب الوطن وفي الشعور بالانتماء؟ بارك الله فيك. كبرك. وأنا أسمع كلام الأستاذ سعيد معول وأصارحه، وهذا حق، أستمتع بسماع كلامه وأستلهم منه المعاني والأفكار، وهو يحدثنا عن ذلك المولود الذي لم يجد الخرقة التي يلف فيها. قلت وتذكرت أناسا قدموا وضحوا من أجل هذا البلد، لولا الشهداء الأشاوس ولولا المجاهدون الأكارم لما تمكننا من الجلوس في هكذا بلاطو نتكلم عن وطننا ونتغنى به. يكفيهم فخرا أنهم كانوا يحترمون رغم أنهم كانوا يعذبون. قال لي أحد شيوخ الكبار في السن، قال لي فرنسا كانت تعذب المجاهدين وكانت في الظاهر تحتقرهم، لكنها في قرارة نفسها كانت تعظمهم وتبجلهم، وكانت تحب الحركة ظاهرا وتعطيهم المنح والعطايا، لكنها كانت تحتقرهم، لأن فرنسا تعلم أن الذي يخون وطنه يخون غيره من باب أولى. ولذلك تأكدت من هذه المقولة لما قرأت مرة أن نابليون، وسأعود إلى الشرع وأرجو أن أعطى فرصة في مدينة المتأخر. تفضل. نابليون لما كان يريد أن يدخل فيينا التقى برجل عميل خائن، ساعد نابليون وجيشه على دخول النمسا، فنابليون على فرسه أعطاه سرة من المال، أراد ذلك العميل أن يصافح نابليون، فماذا قال؟ قال أعطاه المال وقال هذا جزاء تعاونك معنا، أما يدي فهي أشرف من أن تصافح يد خائن. هذا قمة الاحتقار، قمة الذل، وقمة الصغار، وقمة الهوان. ابن بهديس رحمه الله والشيخ العيد كان يتكلم على ابن بهديس والإبراهيمي، أستاذ علي، هؤلاء علماء سلفيين عندهم الشرع وعندهم العلم، لكنهم كانوا يحبون هذا البلد ويحبون الجزائر. ربما نقول الوطن، واحد يقول الوطن، الجزائر كانوا يسمونها باسمها. ماذا كان يقول ابن بهديس؟ إننا نحب الإنسانية ونعتبرها كلا، ونحب الجزائر ونعتبرها بعضا، ونحب من يحب وطننا ويخدمه، ونبغض من يبغض وطننا ويظلمه. شيخ الإبراهيمي له كلمة تتعلق بما كنت تدندنين حوله، التنمية. التنمية قال الشيخ عندها علاقة من النمو، النمو هو الكبر، النمو لا يأتي إلا بالبناء. شيخ الإبراهيمي عنده كلمة رائعة في الدمج بين الشرعي والوطني، وهو ما تبحثين عنه، وأحسب أن هذه الكلمة العظيمة، ولي كلمة بعدها أرجو أن تسمحي لي بنقلها لأنها كلمة في غاية الروعة. وش يقول الشيخ الإبراهيمي؟ يربط بين الدين وبين الوطن، ويربط بين النمو الديني والنمو الوطني. شباب الصغار كلهم يحفظون حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس، شهادتان، صلاة، الزكاة، صوم رمضان والحج. يربط الشيخ الإبراهيمي بين هذا البناء الإسلامي وبين البناء الوطني. وش يقول؟ يقول في الشاب في الخواطر أتمثله بانيا للوطنية على خمس كما بني الدين قبلها على خمس. تريدين البناء؟ هاك البناء. السباب آفة الشباب، نرجع إلى الاحترام. لكي نبني الوطن علينا أن نحترم بعضنا البعض. إذا تكلم شخص كلمة علينا أن ننصت له، إذا وجدنا ما يمكن أن ننتقده ننقده نقدا بناء. هذا الوطن كبير وضخم، لا
ابنيه شخص، لا ابنيه انا وانت واستاذ سعيد والاساتذه الكرام، نبنيه جميعا. اذا الشيخ سعيد جاب جهد وجاب دار محاوله وانا اردت ان احطم ما قام به، هل يمكنني ان ابني الوطن؟ كلا، يجب ان اثمن ما يقوم به. اذا سباب آفة الشباب، دعك من السباب، عليك الاحترام، احترم الكبير الصغير قبل، احترم الكل الصغير قبل الكبير. اليأس ثاني، اليأس مفسد للبأس. لا سباب لا يأس، يجب أن يكون عندك الأمل، الأمل والحلم. قال بعض العلماء أنا أريد أن أحلم دائما، إن تحقق الحلم فذاك ما كنت أبغي، وإن لم يتحقق فقد عشت به ردحا من الدهر. علي أن لا أيأس، لا تيأس من روح الله، هذا الوطن عظيم، شعبه عظيم وطيب، والله الشعب الجزائري طيب وعظيم، يستطيع أن يفعل الأعاجيب وفعل ولا يزال يفعل. إذن لا يأس، الأمل، هل نبقى في حدود الأمل كما قال الشيخ سعيد؟ هل ننام ونرقد؟ لا. وش يقول الشيخ الإبراهيمي في الأساس الثالث للبناء؟ والأمال لا تدرك بغير الأعمال. إئمل نعم، لكن لا تنام، لا تقول أريد أن أعيش للحلم فقط، حاول أن تحقق حلم. بماذا؟ بالعمل، بالجد، علينا أن نعمل. كوريا الجنوبية وكانت لا شيء في 1953 كانت مدمرة، صارت الآن قوة صناعية عظيمة جدا. إذا أضرب عمال المطار أرادوا أن يضربوا، كيف كان إضرابهم؟ قالوا سنضرب، كيف؟ بترك الابتسام أمام الزوار، لا نبتسم، لكن لا أوقف حركة المطار، لا أوقف البناء، لأن إذا وقفت من أجل مطلب فإن الوطن سينهار. الرابع، والخيال أوله لذة وآخره خبال. لا خيال، يجب أن يكون الأمر واقعا، أتصرف في الملموس، لا أبنيه بالطموحات والأفكار التي لا أجسدها في الواقع. خامسا، وهذا مهم جدا، بالربط بين الدين والوطن، لأننا إذا تكلمنا عن الوطن ربما يقول شخص الوطن والدين، لا، كاين ربط. شوف العبارة، قال والأوطان لا تخدم باتباع خطوات الشيطان، أخدم وطني باتباع شرع الله سبحانه وتعالى وباتباع دينه. وشوفوا الشيخ الإبراهيمي كيف يدير واحد العلاقة جميلة جدا بين الدين والوطن، ويقول عن الشاب أتمثله مقدما لدينه قبل وطنه، لازم، ثم ولوطنه قبل شخصه، أفنى أنا ويبقى هذا الوطن الكريم العزيز، يرى الدين جوهرا والوطن صدفة، وكلاهما مهم، وهو غواص عليهما يصطادهما معا ولكنه يفرق بين القيمتين. أسمحي لي فقط أن أقول لك هذا الكلام الجميل والعظيم للشيخ البشير إبراهيمي وهو يخاطب هذه البلاد الجميلة الطيبة، الجزائر الحبيبة، هذه البلاد الكريمة. يقول قل للجزائر الحبيبة هل يخطر ببالك من لم تغيبي قط عن باله، يقصد نفسه، لم تغيبي عن بالي، وهل طاف بك طائف السلو وشغلك مانع الجمع وموجب الخلو، إنه يعتقد أن فيك أن كل جزيرة قطعة من الحسن. الجزائر جمع جزيرة، يقول كل جزيرة منك قطعة من الحسن، وفيك الحسن جميعه، ولذلك كنا مفردات نقول جزيرة واحدة، قال وأنت كنت جمعا فاجتمع فيك ما تفرق في غيرك. وقال، وشوفي هذه الكلمة الطيبة، قال الشيخ الإبراهيمي رحمه الله ويمينا لو تبرجت لي المواطن، تخيل بلي الدول والأوطان نساء، لو تبرجت لي المواطن في حلالها، كل وطن دار حلة ودار لباس عظيم وتبرج وتزين. احنا الآن نروح لدول متقدمة، نروح لدول في أوروبا، نتمتع مع النخلة شوية أنباهر، لكن ريح أسبوع أسبوعين نتفكر بلادي ونتفكر ولايتي ونتفكر الدشرة تاعي. الناس تروح للبلديات كبيرة ويخدم في شركة ضخمة وما شاء الله، لكن دائما يتفكر الدشرة تاعه وين زاد، ويروح يحب يجوز العيد ويحوش يجوز هذه الفترات في تلك المطر. وش يقول إبراهيمي؟ يمينا لو تبرجت لي المواطن في حللها وتطامنت لي الجبال بقللها لتفتنني عنك لما رأيت لك عديلا، ليس للجزائر عديل، ولا اتخذت بك بديلا، وإذا كانت أوطان الإسلام كلها وطن للمسلم بحكم الدين، هذا الكلام نقول له، فإن اختصاصك أنت بالهوى والحب، أنا أهواك أنت يا جزائر، أنا أحبك أنت يا جزائر، فإن اختصاصك بالهوى والحب من حكم الفطرة السليمة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة في حبه لمكة وحنينه إلينا. أرجو أن نعرف قيمة هذه البلاد التي نعيشها. والله حدثني دكتور من بلد من البلدان العربية الإسلامية جاء إلى الجزائر، قال
تجول يومين أو ثلاثة، قال لي والله إنكم في نعمة لكن لا تعرفون قدرها. قال لي درت مدن عديدة ودول عديدة، والله أنتم في نعمة، فعلينا أن نعرف قدر هذه النعمة، لأن من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. اللهم أدم نعمتك على هذه البلاد وأدم عليها الأمن والأمان يا رب العالمين. بارك الله فيك أستاذ سونا، شكرا جزيلا لك. أختم معك أستاذ معول، ما رسالتك في الأخير في الركن أو في المحور الأول الوطن السكينة؟ في الحقيقة الذي لا يستطيع أن يبدع على الأقل أن يتعلم من الآخر ولو كان من خصمه بالأمس، الشيء الذي كان يقرأه على مسامعنا الشيخ وكتبه الشيخ البشير الإبراهيمي لا شك أن أحسن من طبقه هم الشهداء الذين كنا نشير إليه. كنت في ولاية البويرة في وقت من الأوقات منذ أكثر من 10 أعوام، كان الإخوة المجاهدين كي عندما تأتي المناسبة أول نوفمبر ولا 5 جويلية يدعونني لنزور مع بعض قبر ملكة قايد رحمه الله تعالى، ملكة قايد التي عيناها القائد عميروش في سنة 57 كمسؤولة التمريض في الولاية الثالثة التاريخية. كثير من الشباب اليوم بل من الرجال لا يعرفون أين قبرها الآن، إنه في إغزر وقور يعني عند منتصف جبل جرجرة فوق ولاية بويرة فوق مشدلة. هذا القبر حينما تصل إليه تشعر وتتذكر، وأتذكر أنا شخصيا بيت شعري كنا نقرأه في الزمان القديم حينما نقرأ دروس البلاغة في تنافر الحروف، وقبر حرب بمكان قفره وليس قرب قبر قبر حبر قبره، يعني قبر وحده هكذا في السكينة. يقال أن هذه المرأة الفتاة التي كانت جميلة والتي أعطى الله الحكمة في معالجة في علاج المصابين الجرحى من المجاهدين حينما فجأهم الاستعمار باكتشاف هذا المركز، مركز الولاية الثالثة للأدوية، كان بإمكانها أن ترفع يديها وتسلم نفسها، ولكن قال لهم والله لن تمسني أيديكم ما دمت حية، فضربت إلى أن انتهت الرصاصة الأخيرة فسقطت شهيدة ودفنت هناك. هذه النماذج الرائعة لا ينبغي أن ننساها، والناس يفتخرون حتى بالمعتدين، أن الناس عندهم اعتدوا على البشرية يفتخرون بهم. أذكر في سنة سأسرع في سنة 80-81 عندما تولى ميتيران رئاسة يعني ترشح وأصبح رئيس للجمهورية، وحينما سلم له المهام سابقه فاليري جيسكار دستان الذي كان يقول نافوزيت ناسيون جون، يعني البلد الذي ظهر إلى الوجود بفضل الاستعمار تحيينا وبلده التاريخية تحيينا، وهذا قد نعود إليه في فرصة أخرى، يعني مصطلحات خطيرة ظهرت بعد ظهور حركة التحرر في العالم. هناك دول تاريخية صنعت تاريخ الأمجاد والبشرية، وهناك بلدان نشأت من العدم بفضل الاستعمار وهو خطير. لم يعد حينما سلم له المهام وخرج إلى ساحة الإليزي لم يعد إلى المكتب دياله، وإنما أخذ جميع الوزراء معه يمشون راجلين في وسط باريس إلى الحي اللاتيني حيث يوجد البونتيون مقبرة عظماء فرنسا، وكانوا ينشدون الأناشيد الوطنية. حينما وصل أمام المقبرة ماذا قال؟ قال نحن الآن أمام مسرح الذاكرة الفرنسية، نحن الآن جئنا لنستلهم من روح جون جوريس وجون مولان. جون جوريس كان مناضل اشتراكي في حزبه قديما، وجون مولان كان واحد من الذين نظموا المقاومة في الحرب العالمية الثانية، وحينما قبض عليه الألمان حولوه إلى ألمانيا وتوفي في الطريق إثر مرض أصابه. آخر عجوز في جرجارة ولا في الونشاريس في الصحراء في الشمال دافعت عن هذا الوطن أكثر مما دفع هذا جمولة. هؤلاء أصبحوا محل إلهام، ونحن موش مليون ونصف من شهداء ولكن ملايين شهداء، لأن المقاومة ما دامتش 130 سنة. كثير من الناس لا يعرفون
بأننا في بوابة، على هذه البوابة أمام الاستعمار التقليدي، نحن الذين دافعنا الثمن منذ سقوط الأندلس منذ 1492 ونحن في المقاومة، وما زلنا. هذا التاريخ كامل يجب أن يلقن للشباب، هذا التاريخ يجب، وهذا الثمن الباهظ الغالي من أجل عقيدتنا، من أجل أرضنا، ومن أجل إحدى إخواننا، لأن لولا البادرتين خلاص التي اتخذهم الشعب الجزائري لكان عالم العالم العربي والعالم الإفريقي اليوم على وضعية أخرى. وهذا كتبه شارلوس دو جوليان نفسه حينما يقول بجزالة وبوضوح: سو في اون انيسياتيف فوني دالجي كي شانجرا لو كورون دو ليستوار اون افريك دو نور، وفي افريقيا عموما. البادرة الأولى حينما تحالفنا مع العثمانيين، والبادرة الثانية في البيان المعجزة الذي كتب في رئيس حميدو في 54 من 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 في السنة 54 من هذا القرن. هذا التاريخ يجب أن نعلمه. هؤلاء النماذج الذين ضحوا بأنفسهم هم قدوتنا، ويجب أن يكونوا وقودنا للذهاب إلى المستقبل إن شاء الله، وسيكون ذلك بإذن الله تعالى. والمستقبل هو القضية في نهاية المطاف. على ذكر المستقبل بروفيسور كشاد، كلمة فقط ربما تحز في نفسي، فيه بعض الكلمات يتداولها الشباب في لا أعرف من الذي ينشرها. نعم. مثال بسيط وأقولها بالعامية: كابتك ولايتك. مثل هذه الكلمات يجب أن ننتبه لها، هي ليست من المواطنة. وأنا جزائي، رجائي أن العمل الثقافي يجب أن يعني يستثمر فيه بشكل كبير جدا، حتى نخلص الشباب من بعض المفاهيم وبعض الأفكار، وننمي فيهم تطور روح المواطنة. أكيد في عصر كما قلنا سوف يكون فيها الصراع حضاري أكثر منه تكنولوجي. أستاذ علي بناب، والله استحضر هنا ما قاله العلامة المفسر الجزائري عبد الرحمن الثعالبي، قال: إن الجزائر في أحوالها عجب، لا يدوم للناس فيها مكروه، ما أحل بها عسر أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. سسونا، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى وأتضرع إليه أن يحفظ هذه البلاد العظيمة والحبيبة، وأن يعمها بالأمن والاستقرار والسخاء الرخاء، هي وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يحفظ وطننا من كل مكروه، وديم علينا نعمة الأمن والأمان، إنه سميع مجيب. أستاذ سعيد معول، شكرا جزيلا لك. أستاذ علي بناب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أيضا. أستاذ مالك أبو عمر أسفنا، شكرا جزيلا لك أيضا على ما قدمته. والبروفيسور رباح كشات، شكرا جزيلا لك أيضا. السلام عليكم.